السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متابعي قناة دروس تقنية المعلومات مرحبا بكم سعيد جدا بالتواصل معكم مرة أخرى في هذا الفيديو سأتقاسم معكم طريقة لتحويل البار الموجود أسفل الهاتف أو في الأعلى الذي يحتوي أزرار التحكم العودة إلى الوراء والدخول إلى الهاتف وآخر المحطات داخل الهاتف طبعا هذه المنطقة المتواجدة أو هذا الشريط المتواجد أسفل الهاتف طبعا يكون عادة باللون الخلفية التي هي خلفية الشاشة لكن يمكنك تحكم فيه وتحويله إلى ألوان مختلفة فهذا إذا كنت قد مللت من هذا اللون الأسود أو الأبيض الذي اعتدت رؤيته أسفل الهاتف إذا لتحقيق ذلك يمكنك تطبيق ستجد رابط تنزيله أسفل الفيديو كالعادة في الديسكريبشن التطبيق هو ناف بار سنقوم الان بالدخول اليه ناف بار ابس طبعا حين الدخول اليه نضغط على ليتس دو ات الو اب بمعنى اعطاء صلاحيه لهذا التطبيق للعمل على الهاتف ثم next ثم هنا نضغط على جو نعطيه الصلاحيه الان سابحث عن البرنامج هنا في اسفل في الاسفل سابحث عن البرنامج واعطيه صلاحية العامة ديزاكتيفي واعطيه الصلاحية لكي يشتغل بشكل دائم على هذا الهاتف الان تم فتح البرنامج لاحظتم ان الشريط الاسفل شريط تحكم الاسفل في الهاتف اصبح بلون البرتقالي الان يمكنك التحكم في هذا اللون من خلال الضغط على ستاتيك كولور هنا ثم الضغط على هذه على هذا الترس واختيار اللون الذي تريد لاحظوا عند عندما اضغط واحاول تغيير اللون اختار اللون الذي اريد وهنا درجة الحساسية هذا اللون يعني غامق او فاتح او غير ذلك هنا يمكنك التحكم في اللون شفاف درجة شفافية هذا اللون في حالة ما احببت هذا اللون او هذا اللون مثلا يمكنك الضغط على سلك this فيقوم التطبيق ب تلوين الشريط الاسفل للهاتف بهذا اللون الذي قمت باختياره ليس ذلك فقط يمكنك اختيار اشكال معينة تكون في اسفل في هذا الشريط مثلا بالضغط هنا لاحظوا معي انه قام باختيار اللون او الشكل الاول يمكنك وضع هذا الشكل ثم اذا ندخل الى هذا بالضغط على هذا التيرس فيعطينا الاشكال كلها في حالة ما احببت هذا الشكل سيعطيك هذا ثم هذا الشكل العسكري ثم هذه الاشكال المختلفة المتواجدة بكثرة ستقوم بتغيير خلفية الشريط الاسفل اذا يمكنك فعل ذلك يمكنك كذلك اختيار هذه الوجهات الاخيرة طبعا سنقوم بغلق هذه اذ لا يمكنك استعمال الا واحدة من هذه الخيارات يمكنك وضع هذه العلامة او الايقونة الخاصة بتحديد مستوى الطاقة المتواجد على بطارية هاتفك بالضغط هنا ثم لاحظوا أن مستوى البطارية الآن عندي ضعيف جدا هو 16% بالمئة وهو موجود في الأسفل يمكنك الضغط على هذا الترس للدخول يمكنك أن تختار هذا الشكل الأول باخ وهو الذي قمت باختياره يمكنك اختيار هذا على شكل آه إذا هذا آه مدفوع الثمن يمكنك اختيار آه سمك هذا الشريط الذي يؤشر الى حجم المخزون البطارية يمكنك اختيار اللون الان انا بالاخضر يمكنك اختيار لون اخر بالاحمر مثلا سيلكت اذا سيعطيك حجم مخزون البطارية باللون الاحمر في اسفل الشريط طبعا يمكنك وضع كذلك هذه العلامات في حالة ما كنت تحب او تنصت الى الموسيقى كثيرا عبر هاتفك يمكنك اختيار هذا الويجت فيعطيك هذه علامات الصاعدة والنازلة عن الموسيقى في أسفل في, في خلفية الشريط شريط المهام الموجود أسفل شاشة الهاتف إذا وبذلك تكون قد غيرت من خلفيته وشكل شريط المهام موجود أسفل الهاتف حتى تكسير الروتين الذي اعتدت عليه كان ذلك كل ما أحببت أن أتقاسم معكم في هذه الحلقة أرجو أن يكون ذلك مناسبا ومفيدا لأغلبكم حالة ما إذا وجدت أن هذه الحلقة مفيدة لك أو لغيرك أرجو أن تضغط وتشجيعنا بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو وأن تقوم بنشر وتقاسم الفيديو مع الآخرين حتى يستفيدوا من هذا الشرح طبعا ستجد كما قلت رابط الوصول إلى هذا التطبيق اسفل الفيديو في الديسكريبشن والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته